بعد ما تعرفنا على المعاني بدنا نحلل قواعد الدرس، نحكي عن الأفعال الماضية. عندي أراد، اختار، أخذ، جاء، أنفق، قال، وندم، وشجعه. أما الفعل المضارع يحكى، يتقاسما، أعتني، أزرع، أشتري، نعمل، نكسب، أحتفظ. عندي همزات القطع، أن، 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 أخوين، أبيهما، أخذ، أنفق، أخرج، أترى، إنه، أزرع، أرضي، أعتني، أحصل، أشتري، أحتفظ، أخاه، وأرضنا. أما همزة الوصل، اختار، الصغير، الذهب، الكبير، الأرض، الزمن، الأخ، الصغير، الذهب. كل اسم يبدأ بأل التعريف يكون عندي همزة وصل. نستخرج اللام الشمسية، الصغير، الذهب، تكتب ولا تلفظ، الزمن، الصغير، الذهب، الذهب، أيضا هنا الذهب، الصغير، والطيبة. أما اللام القمرية فهي تكتب وتلفظ. عندي الكبير، الأرض، الأخ، الكبير، الأرض، المال، الأخ، العمل، الأرض، الكريم.